بالنسبة للمقابلة اليوم كانت مقابلة اللي هي جيدة بالنسبة لنا احنا في إطار الاستعدادات الموسم المقبل إن شاء الله. كنظن أن الدوري ديال الصداقة اليوم تعودنا أننا كناخذوه في أول ديال الموسم، كتبقى مقابلة اللي هي جيدة كما مازال تابعنا مقابلة ديال التراس ومع فريق شباب محمدية. كنتمنى أن الاستعداد ديالنا تدوز في واحد الأجواء جيدة وتعطينا واحد المعيار بالنسبة للاعبين وياخذوا التجربة ديالهم، لأنه الموسم ماشي سهل. اليوم أولمبيك تشيرا اليوم صباح فارض نفسه في القسم الوطني الثاني، فغنحاولوا ما أمكن ناخذوا الأمور بواحد الجدية كبيرة، لأنه كنتوقعوا الموسم غيكون صعب على أولمبيك تشيرا، لأنه اليوم أصبحت كل الفرق غادي تستعد ليه. فكنظن بالنسبة للمقابلة اليوم كانت مقابلة جيدة، احتكينا بحسن ديال الكادير اللي كنعرفوا عندهم فريق اللي هو جيد، فهذا هو اللي كنطمحوا ليه هذا الموسم ان شاء الله.